طيب الله أوقاتكم أعزائي المشاهدين بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صوتكم، صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين. نستقبل اتصالاتكم وتعليقاتكم حول أبرز الأحداث على الساحة العراقية، كما نستقبل رسائلكم عبر خدمة الواتساب. فاصل ونعود إليكم. قضية المنافذ الحدودية، مكتب القائد العام ومكتب رئيس الوزراء داخلين بقوة بالمنافذ. وشوف المنافذ، أنا اليوم رحت زرت المخدرات، لو شوف المخدرات يعني واحد يدق على رأسه. هاي المخدرات 16 مليون حبة تكفي لتخدير الشعب العراقي بأكمل. هاي المخدرات البلد راح ينتهي من انتشار المخدرات، وخصوصا استهداف المناطق ذات الأغلبية الشيعية، مثل ما جابوا داعش للمناطق السنية جابوا المخدرات للمناطق الشيعية. طلاب الإعدادية، طلاب الجامعات، المناطق الفقيرة، مدينة الصدر وغيرها، ويطوها ببلاش. سمعنا قلق المساجات كذي طبعا، وهم تغطى عليها بعض الجهات وتحكي باسم هذا الجهة وباسم هذا الفصيل، وروح هاي بالكراتس انت قريب، وروح افتر وشوف شنو لحاية ومحابس وسبح واقفين بباب المساجات، والمساجات بيها مخدرات وبيها موبقات، وتدري دعم وفلوس وجهات متنفذة. ثقت وشنو بس على أعرف على مستوى قيادات كبيرة بالبلد، عسكرية لو سياسية؟ لا سياسية. من أقول لك فلان شخص، فلان مسؤول، ده يجيب بسياراته، سياراته مضللة، ويجيب من الحدود ويعبر بكميات عالية يعني ويوزع. أهلا بكم من جديد أعزائي المشاهدين. نتحدث في الجزئية الأولى من هذه الحلقة حول استمرار معاناة أهالي الموصل. يعني اليوم منظمة الإغاثة الإسلامية قالت بأن تدمير الموصل هو من أسوأ ما واجهت من عمل في المنظمة في العراق خلال 30 عاما. أوضحت المنظمة بأن المدينة غارقة بأطنان من الأنقاض ومخلفات المتفجرات، ومئات الآلاف من النازحين من أهالي الموصل، مع دمار وتضرر المدارس والمستشفيات والمرافق العامة الأخرى. هذا تصريح لمنظمة الإغاثة الإسلامية حول مدينة الموصل. طبعا استمرار المعاناة في مدينة الموصل معروف، لأن هناك الكثير من العائلات النازحة لم تعود إلى مدينة الموصل بسبب الدمار، وما زالت في مخيمات النزوح. اليوم نازحون من محافظة نينوى أكدوا بمخيم بحرقة في محافظة أربيل بأن سوء الأوضاع الخدمية والدمار الذي لحق بالمنازل لا تزال عائقا أمام عودتهم إلى ديارهم. طالب النازحون بتحسين أوضاعهم المعيشية وتمكينهم من العودة إلى مناطقهم، والإسراع بإعادة إعمارها وإيصال الخدمات إليها. خلونا نأخذ مقاطع وصور لمناشدة لنازحي من محافظة نينوى. ما ضل عندنا بيت، روح على المواصل بعد، ما ضل عندنا كل شيء احنا بالمواصل، بيت راح، دمرونا داعش، وقاعدين والله انا يعني عند الكلام مرتاحين زين يعني، والمواصل تحررت يعني، تحررت هي. نتأمل انه تعمر مناطقنا حتى الرجوع الى مناطقنا ونعيش فيها يعني بسلام وامان، اللي يرجع الى منطقته بيته مهدم، واوضاع معيشيه عمل ما يوجد. طبعا معروف اكثر من عام على استعاده مدينه الموصل من ايدي تنظيم داعش. الجانب الايمن اكثر تضررا في المدينه، نحو 90% من الدمار الكلي في هذا الجانب، 80% تقريبا من الدمار في مدينه الموصل بشكل كامل. المستشفيات مدمره، اكثر من 40,000 قتيل في الجانب الايمن من مدينه الموصل، والجثث هناك الكثير من الجثث ما زالت تحت الأنقاض. وزيارة مبعوثة الأمم المتحدة قبل أيام أنجلينا جولي، وأوضحت وتحدثت عن هول الدمار في مدينة الموصل، كما أشرنا بأن المعاناة مستمرة. اليوم كذلك منظمة أطباء بلا حدود قالت بأن مدينة الموصل تفتقر ل70% من قدرات الرعاية الصحية، على الرغم من مرور عام على انتهاء المعارك فيها. أضافت المنظمة أنه بعد
مرور عام على انتهاء المعارك في مدينة الموصل واستعادة المدينة من سيطرة تنظيم داعش، ما زال نظام الرعاية الصحية متضررا ولا يلبي احتياجات العائدين إلى المدينة. أشارت إلى أن عمليات إعادة إعمار المرافق الصحية تجري بشكل بطيء جدا، وأشارت المنظمة الدولية إلى أن العمليات العسكرية في مدينة الموصل أدت إلى تضرر 9 مستشفيات من أصل 13، الأمر الذي تسبب في خفض قدرة الرعاية الصحية وعدد أسرة المستشفيات بنسبة 70%. إذن الموصل تفتقر ل 70% من قدراتها أو من قدرات الرعاية الصحية، على الرغم من مرور عام كامل على أو أكثر من عام على استعادة المدينة من أيدي تنظيم داعش. اليوم كذلك شكى مواطنون في مدينة الموصل من تلكؤ الجهات الحكومية في إعادة إعمار الجانب الأيمن من المدينة، رغم انقضاء أكثر من عام على انتهاء العمليات العسكرية في المدينة. وأكد المواطنون بأن الحي ما زال مدمرا ولم يتلقى سوى القليل جدا من المساعدة، وأشاروا إلى صعوبة العيش بينما البيوت لا نوافذ لها ولا أبواب ولا جدران. خلونا نأخذ مقاطع من صور المواطنين في مدينة الموصل. من شوي بالتضرر كثير، وسع أكثر أهل الأملاك أهل المحلات ما يكملون من دخلهم الخاص يكملون محلاتهم، يعني حتى البيوت، يعني لحد الحكومة ما شفنا أي شيء ملموس بأن يعوضون العالم. نتمنى من الحكومة أن تبدأ بالتعمير الجانب الأيمن، ماكو إنسان ما غير يرجع على الجانب الأيمن، لا خدمات أكو بالأيمن، لا ماي، لا كهرب، لا تعويضات. هاي السنة من تحررنا احنا كلها، يعني وين نرجع؟ نقعد على انقاض مثلا ولا وين؟ البيوت مهدومة، حتى الجو ما نقي. الله وكيل. نعم، يعني معروف درجات الحرارة اليوم في العراق تصل أو تتجاوز 50 درجة مئوية. المحافظات الجنوبية تغلي بسبب انقطاع الكهرباء. تساؤل يطرح من قبل المواطنين، إذا كانت محافظات منذ العام 2003 ولغاية الآن لم يوفر فيها أبسط الخدمات، فكيف يتم إعادة الإعمار؟ كذلك التساؤل الذي يطرح، أين ذهبت أموال المانحين في مؤتمر الكويت الأخير الذي عقد في الكويت لإعادة إعمار المدن المدمرة في العراق؟ لغاية الآن لم يتم بناء أي شيء في العراق أو خاصة في المدن المدمرة. هذه التساؤلات والأسئلة نريدها أن نطرحها مع بعض أعزائي المشاهدين، ونستمع إلى أصواتكم حول هذا الموضوع ومواضيع أخرى سوف نأتي عليها تباعا في هذه الحلقة. وكذلك نذكر بالأرقام الظاهرة أسفل الشاشة وبخدمة الرسائل على الواتساب هنا في هذا البرنامج. معنا اتصال أبو علي من كربلاء، تفضل أبو علي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الله يرحمكم، الله يجعل في ميزان حسناتكم. حياك الله يا أهلا بك. أشكركم، الله يوفقكم. هاي القناة الشريفة الأصيلة. بارك الله. اللي ما تميز إذا صار حدث في البصرة ينقلوه، وإذا صار بذقار والواسط والعمارة والبصرة وكذلك الموصل. نعم. حبيبي بالنسبة للموصل هي مدمرة، لأنه اتفقت المرجعيات مع أمريكا بالخصوص المرجعيات الإيرانية مع إيران لتسمية الإرهاب السني، لأنه يدرون وفعلهم الحسش. قال الزاملي قال جابوا داعش المان إلى الموصل وجابوا المخدرات إلى المناطق الشيعية، هاي مدروسة وهم يريد يقتلون ولا يمكن أن يبنون. يعني المالكي اتفق ويا شركة تويوتا 6000 سيارة، هاي معروفة. لا. ثلاثة عند داعش وثلاثة عند العراقيين، أو نفسي هو كان يملك كل شيء، وزارة الداخلية وكل الدولة، ومو بس هاي، جاء خلوا سلاح بالموصل 1.5 مليار، وخلوا بنك المركز الموصل بفلوس والله 500-600، ورأسا يشردون الجماعة ويخلون داعش يطوب. واللي صار مو بس هذا، نفسيته العبادي
ودى مناشير وناشد يا شا يا شا يا اهل الموصل ابقوا في بيوتكم، وبقت الناس وسمعت الكلام وصار بالنتيجه بيكو بالحايط. اي عمي هذول ما خلي الشعب العراقي يدري، ترى انت ذاب الجنوب بس تفكر بروحك، والله طالب لكم مي وكهرباء وبس، لو مين كتل ابنك يلا تقوم تصيح وتعيط عيب، وانت كون تفكر بكل العراق، ترى مؤامرة على كل العراق لرضا إيران وأمريكا، وحتى الممثل الأمم المتحدة في العراق يدري كل شيء، المسألة بيد أمريكا، يدرون هاي انتخابات 20% 18% كل العالم لازم تنزل حكومة تصريف أعمال، أنت عراقي فكر عراقي، ترى لا يوصلك شيء، مو مفكر لي بس بمي وكهرباء، أنت قيمتك عراقي، أنت أكبر من هذا، فكر بقى بالدول. فكر بالدول، والله ما يبنوا لك صابوقة، وحتى لا يخدروك يطوك يوم يومين كهرباء وتعوف، يعني انت كيف ابو الجنوب تجلس مرتاح وهاي شو اسمه المناطق الموصل مدمره، يعني والله طبلها داعش وهم وبعض اخوه يتصفون ويقولون هم تقصيرهم. عمي يا تقصيرهم كل العراق، وين ما تواجد فلوس وين ما تواجد مصلحه ايران يطبون. الله وكيلك، فكر يا عراقي انت اكبر من هذا. وكل زين ابو علي يصف. ابو علي يعني 15 سنه في المحافظات اللي بعيده عن عمليات عسكريه، محافظات الجنوبيه وان شاء الله تبقى دائما امنه ومستقره من الناحيه الامنيه، 15 سنه هاي المحافظات لم يوفر لها الكهرباء والمياه الصالحه للشرب والخدمات والمستشفيات اللائقه بالمريض. هناك من يطرح تساؤل يقول لك إذا ذن المحافظات ما توفر بها كل هذه الخدمات من قبل الحكومة، شلون راح تقدر هذه الحكومة أن تبني المناطق المدمرة؟ ما تبنيها عمي، ما تبنيها، تسمعني؟ أسمعك. ما تبني، الحرامي والما يخاف من الله يبوك حتى من أهله، لأنه هاي الدولة طائفية، إحنا لازم نفكر ما بين التشيع المذهبي وما بين هاي كلها سبب الشيعة. التشيع المذهبي ما عنده ولاء للعراق، يعني هو يستقوى بالأجنبي على ابن بلده، وتشوفه بعد بالبصرة وغير البصرة أنه شو تفرح لإيران أخذ الدولارات، ما يبني، يدور حجة. يعني وإحنا العراقيين ما جاي نفكر يعني شو نسوي، ما جاي نقوم، والله ما أصلي لجارة، ما يبني حرامي، ما يبني انت مو هيجي، يعني انا اعرف وقت فيهم، انا عمك عندي تجربه وياهم بالمعارضه قريب ال40 سنه واعرفهم شنو. عمي بابا قاعد يساقون بيناتهم، مش قصر عندك كم مليار قاموا يعبدون الفلوس، ما يفكرون، الله وكيلك ما يفكرون. يعني شوف محافظ البصره يستنجد برئيس الوزراء في زمان اي نظام، المحافظ هو دوله يمثل دوله، ما يقدر يفرض عشائره، لو ينتم العشيره يعني هم ما يبنون، والله ما يبنون، ما يبينون، ما يرحمون هذول، من تبطونهم الحرام، نطفتهم حرام، وجودهم حرام، يفكر بايران بس، هاي يفكر بس بايران. انت تروح شكل صوره للخامنئي في اي مكان، انت يروحون يشقون العلم العراقي 50 مره ويرفع العلم الاسرائيلي، ما تدوم هسه هجم على ثلاث تحالف، كان النور المالكي على شو اسمه مسعود برزاني يقول له انت راح تسويها محافظه اسرائيليه وما اعرف شنو، ومسعود برزاني يقول له انت طائفي، بعد البارحه واليوم قعدوا وصابون انا كل الناس طابه. يعني انا من اقول الدوله سنه وشيعه وكراد كلهم مجرمين، يعني هاي الدوله اللي جابتها امريكا ما تفيدنا عمي عمر. No. والله ما تفيدنا يا عراقيين، انا خادمكم، عندي تجربه، ما يسع البرنامج لان انا افتح مجال لغيري. نعم. والله ما يسوي لكم شيء، والله 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 ابدا. وانا اشكرك عمي زاحم. شكرا ابو علي من كربلاء، كان معنا اتصال ابو ياسين من ديالى، تفضل ابو ياسين. حياك الله اخي عمر، وحيا الله العاملين في القناه الموصله. اهلا بك. حياك لهذا البطل ابو علي بن كذا، في هذا النموذج من اهل الشيعه، هاي وطني، الشرفاء يعرفون العراق ويعرفون يقيمون العراق. اما هذا الموضوع الموصل هي كلمات ساعات قليله، وحقيقه ضحيه 12000 قتيل بسبب الحكومه وايران
رجال وتعال تبون الموصل. بعدين من دعموا حرانا الموصل اللي عندنا 28,000 خديجه المدني العسكري، مو على اللي لازم خطوات لا مؤلفه مهيبه اليوم. كل الحرس من الموصل الجسم كله مرتوى، لازم يكون مرتوى، ما عندك شيء انسان بالموصل. هسه انت من جاي تاجر العباد غير العباد، اي نصر عني يعني طبوا تعبوا تقريبا 3 سنوات الله سويت عمليات التحية والتدمير. ما هذا ما في ولاء للبلاد يا عمر يا زلمة شو يا أمريكا. صحيح ما طلعوا من جبتة واحدة داعش لا بالموصل ولا عندي ولا بالأنذار ولا بالجالة. داعش أصلاها صناعة الحكومة. وهذا أخي التجديد المالكي مال التلبيرات. بس بالله العظيم إذا ينزل داعش مرة ثانية تجي بالوسط خلينا نقول على نفسهم. هي راح تاجر كسر في الداعية. حكي في المظاهرات راح ينزلون جماعتهم مشات يسمونهم داعش وبنصير يذبحوا بالأبرياء. انا نفسهم يا راحين يصرفونا من المرجعيات وصرفونا من المذهب ترى ما تم الحرام غير المذهب. خلونا ولاء وطن الوطن يا ناس. اقسم بالله العظيم انه يعني مو دفاعا النظام الوطني مطلوب. ما عندنا نظام وطني يقود العراق. كيف تبقون هالشيء الحكم على كيف تعرفيكم على مستقطات على مدمرات على مستقطات. هاي يجي بالذات هاي الحكومه هاي الحكومه بشريه. هاي حكومه دول اجناب احتلال. هسه اصبع العراق هذا اللي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العراق عرق الامه وشوفه جمجمه العرب. هسه اشوف تجيب شرح من ايران دول السبايين. هسه المبيع الصادق الصادق يحتضن السليماني. اقسم بالله العظيم انا مقاتل بالقوات الخاصه قاتل سليماني واقع حتى عنده بالتمر بالتمر بالكافر بالقاتل. هسه قاتل سليماني يجتهد على العراق. والله عيب على العراقي العراقي اللي فصل رسول السلام اليوم اليوم مثل الايران هذول 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 حدائق المجتمع هذول اعداء الانسانيه واعداء الاسلام. اصحوا عن نفسكم لا يظلون قاعدين عليكم انه انتم الشيعه يعني اسالونا لو شيعه ايرانيين لو شيعه عراقيين وكافر اصحوا حرب العدو حرب نفسكم من عيب الله وجهاله يا ست الوطني عمار بس صلاح الدين بس زياده هاي نقطه تخلوا شو عقلهم هاي الاراضي القوميه تحكم العراق هذول اللي قالوا تمامية ايران هذول هم هذول الناس كانوا رايحين لقدامه يخدمون العراق. بس مع الاسف انا اسف على العراقيين كافي شنو صدقوا على هذا الدمار ميزكم وكافي كافي والله نذبح بكم ومع بعضكم وتقبل الله يا يا عمر انا امسك كلام من عندي شوف القادسيه الاولى هي انطلقت من العراق والقادسيه الثانيه من العراق وانا روحتك القادسيه الثالثه من العراق شوفوا الدعم يدعمون يقول ينتظرون المهدي هذا الاسم المزير اللي ما انتبه احنا ننتظر وطني عراق الشريف يقول قادسيه ثالثه يضحك ايران وغير ايران لا تصلون اجل الله انتم العراقيين في العالم الشعب العرب اليوم هسه عندكم تضحكون على ايران هو شنو المالكي شنو العبادي شنو العاطفي شنو خلف هذول الزباين هذول الزباين المجتمع هو اللي يقول بلده تحترمه تركيه وسوسه هم دول خونه دول عراقيين هذول راحوا انهزموا جبناء وراحوا عاشوا ظل اللي قدامه، هسه يكون هذا المجتمع العظيم، هذا العراق العظيم، والله راح يتصل لك يقول لك هذا احمد شو يسمونه يتحدث عن النظام السابق وكان هذا الدعم الثاني، انا اعتقد انه هو ابسط شيء هم نالوا شرف الشهاده بالعراق، صدام وجده، وانت قاتلوا الاحتلال وكل كذا واستشهد، والله ما دافع عنه. نعم. ولكن هسه خلي يطلع عمار وغير عمار يقاتلون الاحتلال. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله من عمه ومثل ما وفيها من تحت القرص تحت العلم على قدام معزعة بسم الله العظيم وانا بحكي لان العامه تحقيق قويه اليوم لا عندي ارتباط بايران لا اتجاه سياسي اكتب ولا طلعوني وما فيش مثل ما السياسي مثل دول الشوارع فعل ولا السياسي ولا 25 مليون العراق العراق. نعم ابو ياسين من دياله كان معنا شكرا لك. نقرأ رسائل واتساب يقول بعد مرور عام على انتهاء عملية استعادة سيطرة الموصل لا تزال آثار الهجوم الدموي الذي دام 9 أشهر ظاهرة في المدينة ولا يزال المئات من الموصليين في عداد المفقودين حيث حولت العمليات العسكرية مدينة الموصل إلى أكوام من الركام والأنقاض التي دفن الآلاف من المدنيين تحتها ولا تزال عمليات انتشال السيطرة أو عمليات انتشال هذه الجثث مستمرة. مبروك من الإمارات. معنا اتصال أبو ياسين من بغداد. تفضل أبو ياسين. تحياتي لك أخوي على قناة الرافدين. أهلا وسهلا بك حياك الله.
اخي هذه الفوضى انا قلتها كم مره، هذه الفوضى اللي صارت 15 سنه. نعم. هذه الوجوه هذول حضرتهم امريكا واسرائيل وايران نفسيتهم من الثمانينات او السبعينات، حضرتهم امريكا والفرس لتخريب العراق. هم امريكا يدرون بهم ناس اشبع جيبي وترس بطني. اخي ناس ما عندهم ذره من الروح الوطنيه، هاي هسه اللي جاي يحكمون اللي هو بين ما عندهم ذره من الروح الوطنيه. فاخي كل دوله امريكا تريد تخربها وتحتلها تحضر مثل هؤلاء اللي جاي يحكمون بالعراق، لان مثل هيك نماذج انا اسميهم كسوه المحتل. فاخي هذول قبل الاحتلال كلهم اهالي القوط والعمائم ممثلين عند امريكا. نعم. اللي عند امريكا وايران اللي يشيل الو معك ابو ياسين اسمعك. نعم. اللي يشيل سيف الامام علي وينطيه للامريكي اليهودي، هذا مسلم، هذا هم يسب معود من آل البيت. بس اخي الحمد لله انه الله سبحانه وتعالى كشف تعاملهم مع المحتل امام العراقيين منهم الوطنيين فقط. واريد اوجه رسالتي للعراقيين، اقول لهم هذه الحكومة والعصابات. انقطع الاتصال مع ابو ياسين من بغداد كان معنا. اعزائي المشاهدين مستمرون معكم بتقديم هذه الحلقة، ناخذ هذا الفاصل ونعود لاستكمال مواضيع هذا اليوم. أهلا بكم من جديد أعزائي المشاهدين. اليوم كذلك استنكر مجلس أعيان وحكماء البصرة ما وصفها بالأعمال الإجرامية ضد المتظاهرين في المحافظة، بحسب بيان للمجلس الذي أدان فيه استخدام العنف واستخدام السلاح ضد المتظاهرين السلميين المطالبين بحقوقهم المشروعة، فإن سقوط ضحايا أبرياء كما جاء في البيان في تظاهرات سلمية تشكل انتكاسة في رعاية حقوق الإنسان ومساس بالنظام الديمقراطي ويثير الاحتقان الاجتماعي والتوتر ضد العملية السياسية. معروف قبل يومين طلعت مظاهرات في البصرة مطالبة بتوفير الكهرباء مع ارتفاع درجات الحرارة. بعض القوات الأمنية قامت بإطلاق النار الحي على المتظاهرين ما أدى إلى مقتل 2 وإصابة آخرين في البصرة. شيخ قبيلة بني مالك وهو الشيخ ضرغام بن صباح أصدر بيانا حول تظاهرات البصرة، قال فيه بأن العراق لم يعد دولة وتحول لمجموعة أحزاب ومافيات تتحكم بثروات البلد وتبيع سيادته بأبخس الأثمان على حد وصفه. أضاف الشيخ ضرغام بأن حادثة إطلاق النار على المتظاهرين هي رسالة واضحة من حكام البلاد يحذرون فيها أي شخص يطالب بحقه ويرفع صوته، مشيرا إلى أن العراق أمام مرحلة جديدة من القمع والاستعباد. أكد الشيخ ضرغام بأن المرحلة أخطر مما يتصور البعض، وما تمر به البصرة هو مؤشر على مرحلة استعباد وطغيان لابد من الوقوف بوجهها والتصدي لها، وبين بأن كل الخيارات باتت مفتوحة إذا لم يتم الاستجابة لمطالب المتظاهرين. طبعا أسعد العيداني وهو محافظ البصرة أكد بأن المتظاهرين كانوا سلميين وبأن القوة هي التي أطلقت النار عليهم، وقال بأن لجنة من وزارة الداخلية وصلت إلى محافظة البصرة وتم إلقاء القبض على كل منتسبي القوة التي أطلقت النار كما قال، وجاري التحقيق معهم.
كذلك المظاهرات، بالنسبة للمظاهرات فهي قد تجددت في منطقة باهلة التابعة لقضاء المدينة شمالي محافظة البصرة، وقاموا بقطع الطريق المؤدي للشركات النفطية وطالبوا بتقديم المتورطين بمقتل متظاهرين إلى العدالة. وقال المتظاهرون بأن المئات من المتظاهرين من منطقتي الباهلة والجري والمناطق التابعة للقضاء خرجوا بتظاهرة حاشدة، وأكدوا بأنه على السلطات الحكومية الكشف عن العناصر المتورطة بذلك وتسليمهم إلى الجهات القضائية بالطرق السلمية وتسليم الجناة إلى القضاء ومن ثم محاكمتهم محاكمة عادلة. خلونا نأخذ هذا المقطع الذي يظهر فيه تجدد المظاهرات في البصرة. منطقة فالي ومنطقة الشري بالاعتصام في طريق النفط، وقطع الطريق إلى شعار آخر لحين تنفيذ مطالب المتظاهرين، وهي تقديم الجنات الذين قاموا بإطلاق النار إلى العدالة والكشف عن أسماءهم، بالإضافة إلى تعويض الجرحى وذوي الشهيد. نعم، تعليق المنظمات الدولية وبالتحديد منظمة العفو الدولية حول المظاهرات في البصرة. قالت منظمة العفو الدولية بأن التظاهر التي خرجت شمال مدينة البصرة كانت سلمية وخالية من السلاح، وأكدت المنظمة أن على العراقيين أو على العراقيين يحق لهم بأن للعراقيين الحق لهم بممارسة التجمع السلمي بدون ترهيب أو قمع، وأشارت إلى أن خبر إطلاق القوات الحكومية النار على متظاهرين في البصرة وسقوط قتلى وجرحى أمر يثير القلق. طالبت منظمة العفو الدولية بإجراء تحقيق عادل ومستقل ومحاسبة الجهات المسؤولة عن استخدام العنف ضد المتظاهرين. ارتفع كما أشرنا عدد قتلى التظاهرات في محافظة البصرة جنوب العراق إلى 2 بعد وفاة أحد المصابين في التظاهرة التي شهدتها منطقة باهلة متأثرا بجروحه. معنا اتصال أبو ناصر من تركيا، تفضل أبو ناصر. السلام عليكم أستاذ. وعليكم السلام ورحمة الله. تحية لحضرتك وقناة الرافدين وكل الكادر. أهلا بك أستاذ عمر. يعني هي من أعلنت الحكومة عن تحرير مدينة الموصل إلى الآن، يعني شنو اللي قدموه للمنكوبين من أهل الموصل؟ وهم بالأساس يتهمون كل أهالي الموصل بالإرهاب، ويعرفون بأن اللي عنده إمكانية طلع أثناء تواجد ودخول الدواعش، واللي ما عنده إمكانية بقى لأنه ما عنده إمكانية شو يسوي؟ فاتهموهم كلهم بالإرهاب. يعني كل مدينة الموصل دمروها بحجة إخراج التنظيم منها، وبعد ما أعلنوا تحريرها بقى نفس الدمار على ما هو عليه، وما تحركت أي جهة حكومية لتحسين الوضع، لأن الجماعة ملتهين ومجهولين بس بالمناصب أستاذ عمر، وتركوا كل المدن اللي كان متواجد بها الدواعش تعاني من سوء الخدمات. وهم بالأساس شنو اللي قدموه للشعب ببقية المحافظات اللي ما كان بها تواجد للتنظيم؟ نعم، يعني كل مدن العراق تعاني من سوء خدمات، وهاي الناس نشوفها شلون تطلع تظاهر وتريد تقديم اي خدمه، يعني بس خدمه بسيطه تريحهم شويه. والبصره والكوت خير دليل، يعني صار 3 اهالي الكوت والبصره يطلعون بتظاهرات، شنو قدموا لهم؟ وبالبصره شفنا شلون واجهوا المتظاهرين بالرصاص وقتلوا اللي قتله وجرحوا اللي جرحى. يعني راحوا المؤتمر الدول المانحه بالكويت وحصلوا 30 مليار دولار لإعمار المدن المدمرة، وين صارت هاي 30 مليار؟ لحد الآن ما سمعنا منها أي شيء، ولا سمعنا بإعمار أو على الأقل تقديم أي خدمة بسيطة للمدن هاي اللي تدمرت. طلعوا بيانات بيان انتصار بأن تنظيم الدولة انتهى، تواجده بالعراق واحتفلوا بالنصر، وشو كل فترة نسمع خطف وقتل مجموعة من العراقيين على يد الدواعش. طيب يعني بس بمحافظة صلاح الدين أنا سمعت آخر الأخبار يقول التنظيم مسيطر على 75 قرية. نعم طبعا. طيب وين هذا الانتصار اللي طلعتوا وقمتوا تحتفلون به وتقولون انتهى التنظيم بالعراق؟ يعني هي زمرة مجرمة أستاذ عمر، دمرت الأخضر واليابس بالعراق، والمشكلة يعني الشعب ساكت عليها، هو دا يشوف اللي دا يصير به. طيب أنا بس أريد أسأل إخواننا الشعب الموجودين، سيدنا الحسين عليه السلام طلع بمجموعة جدا صغيرة. نعم. وساروا على الظلم، يعني كونوا قدوة لسيدنا الحسين، وبدل ما تروحون بالملايين هاي اللي تطلعون بها للزيارات طلعوا بهاي الملايين وانهوا تواجد هاي. يعني أبو ناصر الحكومة تقول لك احنا عندنا مثلا عندنا أزمة اقتصادية، ما عندنا أموال كافية نستطيع بها إعادة إعمار المدن المدمرة، شنو رأيك؟
والله العظيم يكذبون ويكذبون ويكذبون. والدليل هسه اكو مجموعه من السياسيين اللي موجودين هسه من مثل عمار والمالكي وهادي العامري وهذا اياد علاوي، يعني الاخبار اللي سمعناها المبالغ اللي يملكوها كل واحد عنده مبلغ من المليارات الدولارات تعادل ميزانيات ثلاث دول. منين جابوها هاي؟ اي ازمه اقتصاديه، اي ازمه اقتصاديه طبعا، وين فلوس النفط؟ وين المليارات؟ مو دا نسمع احنا ودا نشوف على شاشتكم الموقره ال 900 مليار وال 1100 مليار، وين راحت هاي؟ لو صارت بس ببطونهم وعافوا هذا الشعب يعاني من هاي الوضعيه المزريه اللي ما احد يقبلها بكل دول العالم. نعم. يعني ما يصير يبقى الشعب ساكت، يعني زين اذا هي حكومه يعني عجزت عن توفير كهرباء في محافظه البصرة، هذه المحافظة الغنية بالنفط، شلون راح تقدر تبني مدينة الموصل؟ ما تبنيها، لأنه هم ما مهتمين للشعب أستاذ عمر، هم بالأساس ما مهتمين لتقديم أي خدمة للشعب. نعم. ما يردون الشعب أوضاعه تتحسن. يعني 44 أكثر من 44 مليار دولار انصرفت على قطاع الكهرباء، والكهرباء المواطن تجي ساعة وتنقطع عنه 8 ساعات، بأي دولة هاي صايرة؟ والشعب المشكلة ساكت عليهم. نعم. يعني المفروض بيهم هسه يطلعون كلهم ويساندون هاي التظاهرات اللي تصير بالكوت وبالبصرة، يساندوهم، لأنه هاي الزمرة الموجودة اللي تحكمت على رقاب الشعب ما يفيدها إلا النهاية، لازم ينهوها تواجدها ينتهي كله من العراق. نعم. وغير حل ماكو، لأنه راح يبقون الشعب يعاني من سوء خدمات، وما راح يقدم للحكومه اي شيء، لان الحكومه ملتهيه بنفسها، وكل واحد يريد يحصل على اكثر مبلغ من المال ويطلع على الخارج، لان يعرفون هم بقائهم مؤقت، ولا بد وان يجي يوم ويزيحهم الشعب، ومن يزيحهم الشعب راح يطلعون يلقون المليارات مالتهم موجوده بدول الخارج ويعيشون احسن عيشه. نعم. وهذا اللي نعاني منه. انا اشكرك ابو ناصر من تركيا كان معنا. رساله يقول اخ عمر، العراق ما يموت ما دام اهل الناموس والغيرة والانتماء مثل أبو علي من كربلاء وأبو ياسين من ديالى وآخرين أصلاء مثل أبو ناصر وغيرهم كثيرين من هم بهم رجولة العراق، ولكن الرخيصين من شيوخ الدمج كما وصفهم، والمنافقين والخونة من العراقيين الذين ولاءهم لإيران. طبعا في محافظة واسط لليوم الثالث على التوالي تستمر المظاهرات المنددة بسوء الخدمات في المحافظة، وأطلق المتظاهرون شعارات تندد بتردي الخدمات في المحافظة والإهمال الحكومي المتعمد لمطالبهم، مؤكدين بأنهم مستمرون باحتجاجاتهم بالطرق السلمية. خلونا نأخذ هذا المقتطف. داعش؟ نعم. خلونا نأخذ رقم 12 اللي مواطنون من بغداد وصفوا بخصخصة مشروع الكهرباء بالأكذوبة. الوزارة تملك حلول حقيقية، وخاصة في هذه الأشهر الحارة في فصل الصيف لم نلاحظ أن وزارة الكهرباء لديها حلول حقيقية، وبعد سنوات ظهرت علينا بمشروع الجباية والصيانة أو ما يعرف عند الناس بالخصخصة، ولكن هناك مشاكل في هذا المشروع، لا يمكن التوسع على كل بغداد، وأيضا لا يمكن النجاح في مناطق مختلفة ينفلت فيها القانون ولا يوجد فيها التزام بالقانون واحترام لسلطة القانون. لذلك كنا يعني نشير على وزارة الكهرباء أن يكون التوسع بطيء في المناطق التي ينجح فيها. بدلوا ميزانياتهم، أخذوا من عندهم مبالغ، وقامت تجي قوائم مرتفعة، المواطن رغم هذا يدفع، لكن للأسف الوعود كانت كاذبة وغير حقيقية. والآن وزارة الكهرباء نكلت بالمواطن. نعم. إذا وصف أهالي بغداد إلى موضوع الخصخصة للكهرباء بأنها أكذوبة. نتذكر أنه رئيس الحكومة حيدر العبادي قال بأن موضوع الخصخصة سوف يوفر الكهرباء للمواطن العراقي على مدى 24 ساعة في اليوم، وبأن الفاتورة لن تصل إلى سعر موبايل. نتذكر في مؤتمر صحفي يقول كل شهر ما يكلف العائلة سعر موبايل واحد، واليوم احنا في شهر تموز في العراق والكهرباء في بعض المحافظات باليوم الواحد ما توصل ساعتين. معنا اتصال أبو عمر من السليمانية. تفضل أبو عمر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله.
يا اهلا بك استاذ عمر. انتم الفيديو طلعته بالبدايه كلام لحاكم الزاملي، انت لو تنتبه علي ايش قال. نعم. هو يقول انتم مثل ما جبتوا، انتم مثل ما جبتوا تنظيم الدوله داعش، جبتوه دخلتوه بالعراق، انتم جبتوا المخدرات للمناطق اللي تسميه طبعا جابوا داعش، والمناطق الشيعيه جابوا لهم المخدرات. شوف هو نفسه يعترف، مع العلم هو ايضا مجرم وقاتل وسارق، يعني شو تقول عليه؟ يقول زي منهم وبيهم ها. نعم. ورئيس لجنه الامن والدفاع، ليش انت هسه تطلع تقول هذا الكلام؟ ليش بالاول يوم ما عرفته؟ ها هم لهذا السبب قتلوا ضابط الاتصالات بالفرقه الثانيه هذا الفكلاوي، قرايب حنان من عشيره حنان الفكلاوي، ليش قتلوا؟ لانه كلها مكشوفه موضوحه مفضوحه. انت اعلم يا دكتور عمر، قسما بالله العظيم باكر راح يطلع لك معلومات حول عمليه تجنيد تنظيم الدوله واخراجهم من سجن ابو غريب، معلومات كامله عن الاتصالات وعن هذا اللي صارت كلها. شوف عاد منو راح يكشفها؟ هذا تبقى يم الامريكان، هم شو وقت محضريها يطلعوها على مود يدمرون بها بعد اكثر واكثر. هذا التحالف الشيعي اللي دمر البلد خلال 15 سنه، فصدق يا دكتور عمر هذا كله راح يبين وراح ينكشف. هذا رب العالمين جعل بأسهم فيما بينهم. انت يطلع واحد مثل ابراهيم الجعفري هو بنفسه يعترف هذا مو مجنون، اجلكم الله هذا سفيه هو، هذا معلومات عنده بس الله سبحانه وتعالى خلاه ينطق. انت من طلع المقطع ماله يقول احنا مستعدين للانفتاح على داعش واقامه علاقات اقتصاديه وغيرها، هذا شنو معناته؟ هذا مو مجنون، هذا حقيقه. اموال اطنان من الاموال نزلت من الطيارات، نزلت للموصل، كلها كانت اموال متسلسله ارقامها جديده. نعم. بالفاكهه مثل ما يقول لك ما ضاربها الهوى، هذا خلي يسالون بيها، خلي يستفسرون عنها، هذا خلي يطلعوها عمليه تجنيد تنظيم الدوله. هسه الان باكر عقبه يطلعوا لك تنظيم اخر يسموه على الشيعه خاف يتحركون بالسلاح، يسموه تنظيم اهل البيت. هذا نعم ابو عمر، اهل البيت يطلعوكم اياه يا شيعه. نعم ابو عمر من السليمانيه كان معنا، شكرا لك. أعزائي المشاهدين وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، شكرا لكم، نلقاكم يوم غد إن شاء الله في حلقة جديدة من برنامجكم صوتكم، في أمان الله.